متسلك كم من يوم. توديني معك على المطار؟ ليه؟ خلاص اخذت الفيزا. والمصاري؟ بدك تطول بالك علي شوي. بدي امس. ليش؟ بدي اعمل عملية. عملية شو؟ امتى اخر مرة غيرت فيها الزيت؟ على الفاضي الموتور بده اوفر هول. السيارة بتمتع ما بدها تمشي منيح. يعني العربي المشرمع مش عارفين نشتغل. انت بتضل هيك وضع. مش فاهم عليك، شو اللي بدك اياه؟ ظبط الموتور. فؤاد جيب الدفتر هيو جوا الدرج. عليك 300 دينار مخلفات من سنة. إمتى إن شاء الله ناوي تدفعهم؟ أكون صريح معك، شغلك كله مش عاجبني. وإذا ما تحسن خلال الأسبوع الجاي سلمنا السيارة، كل واحد في حال سبيله. شو صار؟ البضاعة كفة أمامية. يعني إمتى بتخلص؟ نص النهار. طب يلا شو مستني؟ بلش شغل. يعني انت عندك كرامه وباقي البشر ما عندهم. شوف يا لو حكيت لك حلي عني، ما انت قبل يومين حكيتي لي يا حيوان. ولا انت تيكيت ما بتستخدميه الا لما شو عامل؟ انا عايف حالي وحشتك.